يعني انا كنت عند حسن ظنك رفيق بيه. وعجبتني قوي لما زودت من عندك وجيت اتخانقت مع مراه. انا اصلي احب اعمل شغلي بضمير، احب اعمله على ميه بيضة. عشان لو قلت لسعادتك شكري ما يتوصاش في الحاجات دي. وانا ما بخلش ابدا على اي حد يشتغل معايا صح. انا تحت امرك. دي دوسيه فيه دراسه جدوى مشروع القناه اللي انت طلبته مني. اوكي هدرسها واديكوا الضوء الاخضر علشان تبتدوا التنفيذ فورا. في حكايه الاعلام دي بقى ما تقلقش على بوران، بوران هيلعلع وهيقول قواله في القناه. عجبني قوي حماسكوا ده. موضوع القناه بقى مش اقل اهميه من مجموعه الديب ابدا. انا مستوعب ده كويس قوي. الدول دلوقتي مش محتاجة انها تحرك جيوشها ولا تدخل حروب. كفاية عليها قوي انها تسيطر على الاعلام والاقتصاد. ده بيجيب نتائج اسرع واوفر. انا فاهم ده كويس. دول ايه يا برهان؟ احنا ملناش علاقة باي دولة من الدول. ده بيزنس. بيزنس از بيزنس. ولا عندك رأي تاني؟ لا طبعا يعني انا فاهم اللي حضرتك بتقوله ده كويس قوي، بس الظاهر انه خان التعبير. طبعا. دكتور رفيق، انا بعتقد انك بعد ما سيطرت على نورهان وتاخد بقى خطوه القناه دي تبقى نفذت كل اللي انت عايزه. فاضل خطوه واحده بس، وان ستيب، كل حاجه هتبقى تحت السيطره، اندر كنترول. خطوه ايه بقى؟ جوازي بنورهان. جوازك من مين؟ نورهان الديب. ولا انت عندك اي اعتراض عشان الموضوع حساس وهي كانت طليقتك؟ لا 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 ابدا ابدا، بس اصل شكري استغرب، يعني المفاجاه خليته مستغرب. معلش. انا حسيت كده برضه، مش كده يا شكري؟ ها؟ طبعا يا دكتور. انا كل اللي يهمني الصالح العام. بس انا عندي سؤال مهم. خير؟ هل انت خدت راي نورهان؟ فتحتها يعني في موضوع الجواز ده؟ انا بس عايز اطمن يعني. لأن معلوماتي إنها كانت بتحب طارق قوي وصعب إنها تتجوز بعده. ما أنت بعد ما طلقتها اتجوزت طارق. لعلمك بقى نورهان موافقة هنعلن خطوبتنا قريب قوي. I'm very sorry، أنا ما أقدرش أعزمكم على الخطوبة، وجودكم معايا وجنبي هيسبب مشاكل كتيرة وأنتوا عارفين. مبروك مقدما. Thank you. كل واحد فيكم لازم يفضل ماشي في سكته. نورهان، أنا عايزك تتابع ميرفت وقضية درية اللي رفعها لنورهان الديب. شكري، أنا عايز درية الديب بنتها يفضلوا تحت السيطرة عندك لغاية لما الجواز يتم، ولما ينتهي دورهم أنا وقتها هقول لك هتتصرف إزاي. بليز اتفضلوا يا جماعة. عن إذنك. أنا هتابعك بالأخبار. سلام. سلام. تشاو.